أهلا بكم من جديد. كتب الصحفي حمدي مختار علي الشهير بحمدي الزعيم المحتجز بسجن طرى منذ سبتمبر 2016 رسالة من محبسه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفوز زميله في الزنزانة محمود شوكان بجائزة اليونسكو. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على حمدي الزعيم الذي عمل مراسلا لصحيفة الحياة وموقع بلد الإخباري مع صحفيين آخرين بمحيط نقابة الصحفيين في وسط البلد في اليوم 26 من سبتمبر 2016 أثناء تصويرهم لتقرير صحفي قبل أن يقادوا إلى قسم شرطة قصر النيل. يحتفي العالم في يوم الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يحل علي وأنا أكمل عامي الثاني رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض علي من أمام نقابة الصحفيين المصرية عام 2016، وتوجيه اتهامات على خلفية قضايا نشر تحت مسمى نشر أخبار كاذبة والتي لم يتم توصيفها أو تحديدها. يأتي الثالث من مايو ولا أزال قابعا داخل السجن باتهامات فضفاضة لا يوجد لها دليل أو قرينة، ليتحول الحبس الاحتياطي من مجرد تدبير مؤقت ليكون عقوبة بلا حكم. ندور في حلقة مفرغة من تجديد أوامر الحبس. يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي مصر يحتفلوا بنا لكن على طريقتهم الخاصة. لا زلت أتذكر الثالث من مايو عام 2017، في هذا اليوم احتفلت السلطات فيه بتجديد حبسي، ويأتي هذا العام أيضا ويتم تجديد حبسي قبل الثالث من مايو بنحو يومين. هنا حيث يتجمع الزملاء من حملة الكاميرا والقلم، التهمة واحدة والسبب أيضا واحد، إنك تعمل بالحقل الصحفي في وقت تمنح فيه منظمة اليونسكو جائزتها لزميل الزنزانة محمود شوكان، وهي جائزة مستحقة ونعتبرها بمثابة تكريم لجميع صحفي مصر. وبدلا من أن يسعد الجميع بهذه الجائزة، نجد حملات تخوين ورفض منح الجائزة واتهامه بل وإصدار حكم بإدانته من بعض الأقلام والتي لا تعبر إلا عن حقد دفين ووضاعة لا مثيل لها. منذ القبض علي وجدت تخاذلا من بعض المحسوبين على مهنة الصحافة، وهو ما أدى إلى أن تدور الدائرة عليهم، والآن هم معنا داخل السجون لم يشفع لهم ما قدموا من تنازل عن نصرة زملائهم. وهنا يجب أيضا أن نتقدم بشكر واجب إلى كافة الزملاء الذين أدوا ما عليهم تجاه زملاء المهنة. أقترب من إنهاء عامي الثاني داخل السجن لا لشيء سوى عملي كمصور صحفي دون أدلة أو إثبات على الاتهامات الموجهة إلي. نقبع داخل السجون ولكن نشعر بحريتنا وأننا قد أدينا ما علينا تجاه مهنتنا. في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتقدم لكل زملاء العمل الصحفي من حملة الكاميرا والقلم إلى كل الزملاء القابعين داخل السجون دفاعا عن مهنتهم، كل عام وأنتم بخير، ثابتين على موقفكم، مدافعين عن مهنتكم، واثقين من يوم تكون حرية مهنتنا الموجودة حقيقة واقعة، شاء من شاء وأبى من أبى. المصور الصحفي حمدي الزعيم. لمناقشة ما جاء في رسالة زميل الصحفي حمدي الزعيم ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول علاء عبد المنصف مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان. سيد علاء أهلا بك معنا، بالتأكيد استمعت وتابعت رسالة حمدي الزعيم والذي هو داخل السجن منذ تقريبا عامين احتياطيا على ذمة التحقيقات ويجدد له من وقت لآخر، وحتى عندما تم إخلاء سبيله فقد تمت إعادة حبسه مرة أخرى احتياطيا أيضا 45 يوما، وهو يتحدث عن تهم فضفاضة وحبس احتياطي وأوضاع داخل السجون وإنكار الحرية على الصحفيين، كيف ترى ذلك؟ مساء الخير وأهلا وسهلا. بالتأكيد ما نتابعه في تعامل النظام المصري مع الكثير من منظمات المجتمع المدني والقائمين على رفع الحقيقة والواقع داخل المجتمع المصري بشكل جلي، نرى لهم ترصدا خاصا وانتهاكات خاصة تحدث معهم، نرى قمع مستمر يتعلق بهم. الصحافة وهي جزء أصيل من رفع الواقع الحقيقي سواء كتابة أو صورة أو تقرير كان يقلق النظام
لأن الجرائم والانتهاكات كثيرة في الداخل المصري. وللأسف الشديد تعرض الصحفيين للانتهاك في مصر هو مركب، فالمنظومة التشريعية التي تبيح وفق مصطلحات فضفاض لحبس الصحفيين والإجراءات أمام النيابة أو جهات التحقيق أو المحاكم وما يشوبها من انتهاكات لمعايير المحاكمات العادلة، والنظام الإعلامي المصري الذي يشرع لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى التخاذل الواضح لنقابة الصحفيين من بعض القائمين على نقابة الصحفيين، يجعل من الانتهاكات في مصر شكل مركب، وبالتالي تتعقد الأمور في هذا الأمر. كل من هو صحفي أو محامي أو مدافع عن حقوق الإنسان أو ناشط من نشطاء المجتمع المدني يتعرض لهذه الانتهاكات بطريقة وحشية. ما هو الضرر من صحفي أو مصور أو كاتب ليحبس أكثر من 18 شهر دون إخلاء سبيل، وقد تم إخلاء سبيله مرتين، يعني لو نتحدث عن الصحفي حمدي الزعيم تم إخلاء سبيله مرتين والنيابة استأنفت على هذا القرار. ما هو الضرر الذي يصيب المجتمع من إخلاء صحفي حتى لو بتدابير احترازية، حتى لو بتحديد مقر إقامة أو سكن أو ببعض الإجراءات القانونية؟ ما هو الضرر وما هو السند القانوني الذي يبيح لنظام هذه الإجراءات القمعية بهذا الشكل طوال هذه المدة؟ كل هذه المدة لا توجد محاكمة، وبالفعل كما ذكر في الرسالة أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة وليس أداة أو وسيلة من وسائل التحقيق التي لها مقدار محدد ووقت محدد وإجراء محدد. نحن أمام عقوبة من الممكن أن يخرج براءة أو يخرج إخلاء سبيل حمدي الزعيم وكل الصحفيين. هذا القمع المستمر الذي طال 24 صحفي وإعلامي أصبحوا في قوائم الإرهاب، و92 صحفي أصبحوا داخل المعتقلات، وأكثر من 500 موقع إعلامي وصحفي تم حجبهم، وأكثر من رئيس تحرير تم عرضه على النيابة أو طيب حبسه. سيد علاء عبد المنصف، فهل هناك طريقة ناجعة لوقف هذه الهجمة على الصحافة والصحفيين في مصر؟ كما ذكر حمدي الزعيم وذكر كل الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، الاستمرار في توثيق الجرائم والانتهاكات التي تتم من هذا النظام وعرضها على المجتمع بكافة الصور القانونية السلمية هو ما يضغط على هذا النظام، لأن الحق لا يضيع في هذه الحالة. توثيق الجرائم ورصد الجرائم ونشر هذه الجرائم للمجتمع يعرف المجتمع بخطورة استمرار هذا النظام بهذا الشكل وهذا القمع، ومن ثم هذه الرسائل والشكاوى والرصد والتوثيق والأخبار والبرامج وجميع الإجراءات السلمية التي تحدث هي وسيلة من وسائل الضغط ووسيلة من وسائل الحفاظ على حقوق هؤلاء الضحايا وأهالي هؤلاء الضحايا. هذه معركة، وهذه معركة مستمرة إلى أن ينتهي هذا النظام من هذا القمع أو يسقط هذا النظام، نعم. لأننا أمام حق وباطل. نعم، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان سيد علاء عبد المنصف، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. المسائية مستمرة وبعد قليل نتابع. الأسعار كل حاجة زادت، يعني أنها زادت بنسبة 25% 30%. أسعار يميش رمضان تواصل ارتفاعها عن العام الماضي بمصر، وسط ركود في البيع وعزوف عن الشراء.